ثنائية أم ثلاثية زي عموما؟ خلاص مباراة ثنائية دون رد في هذه الأثناء، ونتابعه على المباشر. المنتخب المغربي منهزم وبهذه النتيجة مقصى من منافسة كأس إفريقيا للأمم أمام منتخب جنوب إفريقيا. عموما نتحدث دائما عن قضية الكونغوليين الذين صعدوا بخصوص قضية رفع العقوبة عن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. كنت تريد أن تضيف شيئا في هذا؟ كنت بدأت الكلام على السيد عادل عمروش الجزائري الذي ظلم بأن اليوم لما نشوف أنه تساهلوا وتسامحوا مع وليد الركراكي الذي أكن له كل احترام كتقني وكلاعب سابق في كرة القدم، إلا أنني أرى أن من الظلم أن تعطي 8 مباريات لعادل عمروش اللي دافع. ربما تقولي وي مي لاكوزي لودر الى توشي لا مان دو كابيتان. ماشي من حقك تمس يد كابيتان ديكيب تاع شونسيل مبامبا في نهايه المباراه. قالك ما تهدرش معايا، علاش تهدر معاه؟ علاش تدلو يدو؟ قالك حريه شخصيه هذه، وتنحي له كاع العقوبه، تنحي له اربع مباريات كامله. المنتخب المغربي اقصيه في هذه الاثناء، لا اقصيه امام المنتخب الجيد، منتخب جنوب افريقيا المميز والمتميز الذي لا يخفى عليكم يا اخوان انه هو من اخرج في 2019 المنتخب المصري في عقر داره في الثمن النهائي او ربع النهائي. ما تنساوش منتخب جيد، ولكن سكي بونس اليوم اقصى رابع العالم. باش تعرف باللي في افريقيا ماشي سهل تديكم بدا ان صدرت ايضا بعض حتى يعني التعليقات، ولا كيما نقولوا يعني دي ديكلاراسيون تصريحات من طرف المدرب المغربي اللي والله تاسف وقالها. قال لا يهمنا العرب، لا يهمنا تمثيل لما يتكلم العرب، يهمنا المغرب المصريين. ويقول لك يعني انا يعني ما قال لك يعني انا ما نتكلمش عليهم هما ولا الكونغو نفس الشيء كما لا تهمهم العرب سياسيا. قال لك وانا يعطيك صح هنا شوف سبحان الله، شوف العداله الاله ينصف. شوف سبحان الله على لسان هذا المدرب يعني عرفنا ان اللي حكم هذه الفيدراليه هذا الرئيس والمخزن اللي تابع ليه تقريبا عندهم تفكير واحد. هنا حب يعني يردي الصهيونيين، حب يعني يرديهم. واليوم نظن العرب سيفرحوا لأن خلاص هذا المنتخب يعني بين أنه عنده عداوة مباشرة. أنا والله كما نقول لك بكل يعني افيك توت موديستي تقريبا كاين فترات وين دائما نقول الشعب المغربي نخلوه يعني دو كوتي. هو منهزم بهدفين الان. قلت لك كاين عداله الهيه. قلت لك انا المنتخب البارح واش قلت لك؟ قلت لك انا راه شفت نشوف باللي لافريك دو سود هي التي تفوز على هذا دوك المنتخب. انا نظن كاين عداله الهيه. لما سمعت التصريحات والله استودمت لان لما تقول، ولكن من جانب اخر لم اصطدم لان حقيقه هما ماهمش يشوفوا روحهم عرب. خلاص هما انقطعوا مع العرب، هما طبعوا راهم صهاينه. هادو المخزن، نتكلم على المخزن هذا ورئيسه فوزي لقجع ومدربه، خلاص او يقول لك حنا ما عندناش علاقه مع العرب. الور نتمنى حسام ما تقوليش نتاسفوا لاخواتنا العرب هكذا. ما نتاسفش انا، خلي كما قال لك واحد يا خويا هما يروحوا في واد وحنا رانا من جهتنا. ما الله يسهل عليهم، الله يسهل. تفضل مومن يلا. نظن ان العقوبه هذه هي اولا عدم الاستماع لركراكي هو بحد ذاته كيد بمكيالين، لان لم يستمعوا لعادل عمروش الذي قال حقيقه. لماذا قال عادل عمروش؟ قال يا ناس حبيت نلعب على ثلاثة داروني على 8. واليوم ريكوزيت لاربيت لا اليوم برك في كلمة. شفت كي يلعب يعني الحقير مع موتسيبي، شفت بلي شكون يغلب دائما القوي، لأن موتسيبي بلده ما يخليش على بلده لو ما لعبوش. البروبليم راهو في افريقيا الزين تما سي لا تي بلو فور سي لا لا تي بلو فور سي لا لا مادا بيا لا المغرب هادي لا كاف سي لا لوا دو لا جير. دعوك من فكرة جيدة للفاروق. واش حبيت نقول لك؟ حنا بلي لازم حنا نخمو بلي من الفوق لازم نكونوا قويين كاع في افريقيا، باسكو ولا اليوم كانت المغرب باك لافريك دي سون باك كانت مصر واحد الوقت دوك وحنا وين رانا نتمناو نعاودوا نولوا. هادي ما كان انا دوك انا عطيني حقي انا دوك هادو هي مليحه نكونوا قويين. انت قلت يجب ان نكون اقوياء.
مليحه نكونوا اقوياء، ولكن صح لا نحتقر الضعفاء. شوف هذه نقطة جيدة، هذه نقطة جيدة. ما كنا يعني ناس حياديين وكنا بارك الله فيك. اون توجوريتي اون توجوريتي ريسبكتيو دي زوتر ناسيون، ولكن تفضل فاروق دعه يكمل الفكرة. الاخر ما ينحي كاع الحقوق تاع الناس. تفضل فاروق يلا. اوف اش نقول لك، احنا لازم دوك ولا احنا نهضروا غير دوكا قدامنا، احنا بعد منا تبدا منا على شهر نولوا كيما كنا، واش تخاف؟ هذا ياكل هذا يكسر هذا، واحد يعيط لاكاف، واحد يعيط الله، هذا هو المشكل. دوك فو با نكذبوا على روحنا، ماشي من اليوم دوك رئيس هذا راح يخليوه لا خبالك، هذا هو المشكل. انا شفت واحد صريح تاع راو على واسمو جول كيف، قال لهم انتو حوستوه بالضغط. تما دوك لازم دوك ناخذوا الدروس، الفريق هذا كما نوقفوش حنا مع كاع الجزائريين. انا شفنا المغرب كيفاش، وكاع وهادو حنا دوكا لازم خلاص، لازم دوكا كاع نديروا يد وحده، كاع يد وحده باش الفريق هذا يروح. الفريق وطني نقولوا، ما قلناش ان كلوب، فريق وطني، كلوب كل ريجيون عنده كلوب ديالو يضارب عليه وتوتاف. مي ايكيب ناسيونال لو كان ماشي من الحدود للحدود ونوقفوا يد وحده، واحد ما يعرقل، وانا نطلب الدوله تاعنا الدوله العميقه وكذا من الفوق، اللي غلط يخلص، اللي خلط في الفريق الوطني اللي يسمعوا به شويه او يخلط في الفريق الوطني يخلصه. هذا ما كانش دوكا، ماشي غير خط احمر، ما كانش اللي يزيد لنا خلاص بزاف. اشاك فوا الناس رانا نشوفوا خارج الجزائر كونتر علينا، دوك هنا في الجزائر الناس كي باسكو كاين ناس هنا في الجزائر واعداء الجزائر، هذوك لازم نحاربوهم، حربوهم في الفوتبول في كلش، هذوك لازم يتحاربوا. هذا ما كانوا حنا، واللي يحبوا فريمون بلادنا يحبوا بلادهم ويحبوا، لازم يديروا اليد في اليد باش يبانوا هذوما. نقدروا نقولوا خوانا هذوما يبانوا، اللي راهم خوانا هذوما اللي راهم شاك فوا راهم كونتر البلاد كومبلي والفريق الوطني، هذوما لازم نحاسبوهم. وهو كذلك كي تكون انت من لافريك دي نور، كي تكون انت ابار مصر لي سبيساليست قالوها فوالا سي لي كرو سبيساليست. انا نهضر مع بلومي، نهضر مع علي فرقاني، شعبان مرزقان، نهضر مع اللي يهضروا بالون، ماشي يقول لك لازم تروح لا فينال وتجيبها. واش بيك محمد تاع عمرك ما جيتكم دافريك تقول لي روح نجيبكم دافريك؟ وي جوار سان داوس، سان داوس تاع لافريك دي سود، وي جوار تي وي باسكو يخدموا، واش يخدموا خويا فاروق؟ العمل القاعدي يفوق. انا ما نقولكش لافريك دي سود تديكم دافريكا، ونحييو العمل الكبير اللي داروا ايغو بروس، مدرب شبيب تلقى ميل ونصر حسين داي سابقا، لي مدرب الكاميرون ودا كاميرون في 2009 كنت تما خويا زيد، الى بري لا كوب دافريك كونتر لا كروند ايكيب تاع ليجيب. دعنا نعرف راي حسين اشيو، المنتخب المغربي وصل لنصف نهائي كاس العالم، مفاجاه اليوم. لا. تعتقد انها مفاجاه؟ لا مفاجاه من حيث كي نتكلموا على الورق، وكي نتكلموا واش عمل في كاس العالم، لانه كان من المنتخبات المفضله. واليوم ولكن اليوم شفنا فوق الميدان تفوق يعني شرعي، ومباراه يعني كانت في المستوى، وحاكم في المستوى، والفار كان في المستوى، كانوا في المستوى. بطاقه حمراء ضد المنتخب المغربي اعطاها، ضربه جزاء ضد المنتخب الجنوب افريقيا اعطاها، ضيعها حكيمي. انا اقول باللي كانت مباراه تحكيم يعني تحكيم جيد، لا تحكيم جيد، مباراه جيد، نعم من السودان، كانت مباراه يعني شيقه وفي المستوى. وهذه هي كره القدم، فوق كره القدم تتكلم فوق الميدان. انا نظن اليوم منتخب جنوب افريقيا قدم مستوى عالي جدا عالي جدا، شفناه كيفاش سجل الهدف، كيفاش تقريبا يبني الهجمات تاعو، 8 لاعبين من سان داونز. تشوف الانسجام تاع هذا الفريق تقريبا نفس طريقه اللعب كما يلعب سان داونز، كرات سريعه في الارض، تحرك للاعبين. انا نظن باللي هذا المنتخب يعني يستاهل كل يعني التشجيع، لاعبين يعني تقريبا 70-80% ملاعبيه يلعبوا في جنوب افريقيا، الدوري الجنوب افريقي. واقصيه المغرب، هذه هي كره القدم، ما فيش كبير وصغير فوق الميدان. نظل اليوم تفوق فوق الميدان وعن جداره، ونتمنى له يروح. حسين سي تي كروند ديزيليزيون بور لو فوتبول ماروكي، اكيد ما يقدرش
لا ماشي. كل المنتخبات شمال افريقيا بعد كل منتخبات شمال افريقيا جاءوا كبير مروك ما لحقوش دمي في مال ولا شمال افريقيا كل منتخبات من هومن كل منتخبات شمال افريقيا اقصية اليوم تفضل كل منتخبات شمال افريقيا خارج السباق يعطيك اقصية خارج السباق وقلناها في بداية الحصص قلنا هذه كأس افريقيا للمفاجآت انا نشوفوا يعني المنتخبات اللي راي تروح نعم. كأس قوية جدا في الدور الثاني الدور الاقصائي كل مباراة قوية مباراة البارح شفناهم اليوم كذلك خاصة مالي. من جانب شفنا بطاقة حمراء شفنا ضربات جزاء أنا نظن طلع المستوى لأن آخر مباراة ما عندكش فرصة أخرى ماشي كيما في دور المجموعات تقدر يعني تسير مباراة المباراة وتطلع تدريجيا في المستوى ولكن هنا الإقصائيات وراح نزيدوا المستوى نشوفوا مستوى أحسن زينا لما نقولوا أن يعني المنتخبات الإفريقية يعني تقدمت وراهي تعمل يعني كل المنتخبات ولذلك حنا دوك كمنتخب جزائري لازم نخدمه باش نزيدوا لأن حنا قعدنا يعني في انستاد ما طورناش انفسنا لا دايرين في راسنا شامبيون دافريك هذيك تاع 2019 وقعدنا لتم وقعدنا في واحد اليوم لازم نزيد ونطول لان كي تشوف هذا المستوى وتشوف المنتخبات اللي تاهلت حنا تقريبا لما تشوف لو طابلو تاع لو كارت فينال تقريبا بالك نقدر نقول لك الاخ حسين خمسه الى يعني سته منتخبات ما كانتش منتظره كنا ننتظروها نوتر طابلو اليوم خرج لنا ان طابلو يعني نيولو ما عاد بالك المنتخب تاع كوت ديفوار اللي ولو يعني كيف عاش الدور الاول بصعوبه ولكن كان منتخب معروف عنده فرديات وعنده قدم مباراه كبيره البارح نعم فاروق بالقايد بخصوص مواجهه المنتخب الايفواري امس امام انا دائما نقول لك ان المخزن هذا هو اللي يحب يعني يبين هذه العداوه اتجاه الجزائريين داروا فيديوهات مفبركه ولا ماشي مفبركه لناس يعني يشطحوا ويعيطوا فرحانين باقصاء الجزائر او اليوم المنتخب المغربي اقصى واليوم يعني الشعب المغربي راهو راح يتالم لانه هو بالك اكثر منا يتالم هما دوكام راحين يدخلوا في يعني اون كريز اون غروند كريز اولا لان هما كانوا يعني دومي فيناليست على كوب دي مونت يعني سي با لا ميم شوز حنا قال ما مشيناش كاس العالم كنتوا تضحكوا نتوما دومي فيناليست واقصيتوا من الثمن النهائي هذه اولا ثانيا كانوا يقولوا يغنوا وكانوا يعني يطبلوا ان عندهم رئيس بمثابه يعني شخصيه كبيره في دواليب كره القدم الافريقيه هاو اليوم ارضيه الميدان ولو تكون انت هو غول افريقيا ارضيه الميدان والعداله الالهيه هي التي تنصف ثانيه حديث في كل مره سامحني في كل مره حتى نوضح نوضح واش تحب انا خليني نكمل تحدث عن فئه انا نتكلم على المخزن انا نتكلم على المخزن المغربي وهاد الناس اللي راهم عدوان الجزائريين اسكل مع الشعب الشعب المغربي بارك الله فيك. الكل يعرف الكل يعرف الشعب المغربي وسكيل سوفر والمأساة تاعو في هذا البلد مع هاد الناس هادو اللي طبعوا مع الصايا هنا الاخ حسام ما تقطعنيش وانا نتحمل مسؤوليتي غير خليني انا نتكلم وثالثا لما تشوف مدرب شوف المدرب تاعهم نقول لك مشى وتكلم في بعض الاشياء انا نقول له اليوم من هذا المنبر مزيان انت ماشي عربي انت قلت البارح انا لا امثل العرب مزيان انت لما تمثل العرب لان اليوم بهذا الاقصاء المر وبهذا لابريستاسيون يعني ميديوكر انا هذيك واش قال البارح والله غير يعني صدمت لان اليوم حبينا ولا كرهنا هما اللي راهم يعني يديروا كل شيء باش يعاديوا الجزائريين شفنا في الجوائز كيف عادوا محرز كيف عادوا اتحاد العاصمه كيف داروا هذا المدرب باش رجعوه احسن مدرب كثير من الاشياء ولكن عداله الهيه اليوم انصفت الكره الافريقيه فوق ارضيه الميدان لان شوف سبحان الله طاحوا مع جنوب افريقيا لرئيس الكاف هو من جنوب افريقيا ما يقدروش يعملوا في الكواليس وهذا واش اليوم بين حقيقه كره القدم الحقيقه فوق ارضيه الميدان واليوم كفانا هذا يعني انا نقول لك سي غاما يعني لما تشوفوا شام يديروا يعني كفانا اليوم انا نتمنى هذا الحقير هذا يروح للشعب تاعو ايفا جوستيفيك هذا وزير ويلعبها يعني هو بغول في دواليب افريقيا دوكا يعني انت كنت حاب تعادي الجزائر او ربي عطاك دوكا محنه ومصيبه روح فهمها للشعب تاعك طبعا زين عامر كعادته تفاعل واضح من زين عامر فاصل ثم نواصل جنوب افريقيا بثنائيه دون رد ونعود